السلام عليكم، وياكم المدرس الدكتور رغد علي عبد الجليل، عضو اللجنة الامتحانية الإلكترونية بكلية الطب البيطري جامعة بغداد. اليوم حبيت أن أنزل فيديو توضيحي وقصير عن آلية التصليح الإلكتروني للأسئلة المقالية والقصيرة في استمارة الجوجل فورم اللي يتم إنشائها عن طريق منصة الجوجل كلاس روم. حضراتكم، حتى أوصل للفورم اللي مطلوب عندي أنه أصححه، لازم أول شيء أسوي ساين إن للكلاس روم، والساين إن أيضا كلكم تعرفوها، أما يكون عن طريق الجوجل مباشرة أو عن طريق الجيميل اللي خاص بي، جيميل الرسمي أو جيميل العادي حسب أني الكلاس روم بأي جيميل يعني ناشئته. هنا طبعا اني حسوي ساين ان الايميلي الرسمي اللي اعرف انه اني الفورم اللي اريد اصححه موجود باحد الكلاسات اللي موجوده بالكلاس روم. طبعا هنا سويت ساين ان للايميل، حروح وانتقل وين حروح وانتقل لاختار الكلاس روم حتى اوصل للصف اللي بيه الفورم اللي اريد انه اصلحه، هاي الكل يعرفوها. ويعني وايضا مستخدميها قبل. عدي هنا هسه اني الفورم اللي اريد اصححه بهذا الكلاس اللي هو اسمه Practical Animal Nutrition واللي بي 2 student طلاب 2. سويت اكسس للكلاس اللي بي الفورم، ومثل ما تعرفون حضراتكم اي كلاس داخل الجوجل كلاس روم هو يكون يحتوي على الستريم، على الكلاس وورك اللي هو الواجب البيتي، على البيبل اللي يحتوي الطلاب اللي عندنا بهذا الصف، وايضا التيتشر والكو تيتشر اللي يدرسون بهذا الصف، وعلى الجريدز. حتى اوصل للفورم اروح اضغط على الكلاس وورك. هنا انا بالكلاس وورك عندي نيوتريشن اكزام اللي هو هذا الامتحان اللي اني اريد اصححه، واريد عندي اسئله بداخله اريد انطي درجه عليها. هذا النيوتريشن اكزام حضغط عليه، حلقه بداخله اكو فورم، هاي نيوتريشن اكزام جوجل فورمز. اذا هو فورم اللي يحتوي على الاسئله اللي اريد اصححها. طبعا هاي طريقة أولى أوصل عن طريقها للفورم. الطريقة الثانية اللي ممكن أنه أوصل عن طريقها للفورم هو عن طريق الكلاس درايف فولدر. إذا لو أعيدها على بشكل سريع، شلون أسوي أكسس للفورم اللي أريد أنه أصلحه؟ أروح على الكلاس اللي هو قلت أني Practical Animal Nutrition كلاس، أضغط عليه وأروح على الكلاس وورك. بالكلاس وورك حلقه الامتحان اللي اني اريد انه اصححه، واسوي اضغط عليه حيطلع لي فورم، هذا الفورم اللي هو يحتوي على الاسئله اللي اريد ان اصححها. او اقدر بطريقه ثانيه، هسه اذا اضغط هنا على الفورم حينفتح لي الفورم اللي هو نيوتريشن اكزام اللي بيه كل الاسئله اللي تخص امتحان التغذيه. الطريقة الثانية اللي ممكن انه اوصل بيها للفورم اللي عرضته هسه قبل شوية، اروح هنا للكلاس درايف فولدر، اضغط عليه حلقة بهذا الفولدر القى ايضا الفورم مال الاكزام اللي هي نفسها فتحتها قبل شوية اللي هو هذا النيوتريشن اكزام. هذه من اضغط عليها حنتقل الى هذا الفورم نفسه اللي هو النيوتريشن اكزام. فتحت الفورم وصلت اليه، هسه حبدي اصلح واضع الدرجات بداخله. حتى اسوي اكسس لردود الطلاب، فاضغط على هذا القلم اللي هنا بالاسفل اللي هو بهاي الدائره، من اضغط عليه حينقل لي للفورم اللي يحتوي على اسماء الطلاب، ايميلاتهم، الاسئله للامتحان اللي اني ما مطلوب عندي انه اصلحه. حتى اوصل لاجوبة الطلاب وجواب كل طالب، لازم هنا مثل ما تلاحظون الفورم يحتوي على questions اللي هي الاسئلة، ويحتوي على responses اللي هي الردود او الاجابات. اضغط عليها الردود او الاجابات، حيفصل لي انه summary question individual يعني مختصر او خلاصة الأسئلة question، والإنديفيدوال اللي هو مال كل
واحد يعني جواب كل واحد من الطلاب داخل هاي الفورمة اللي جاوبوا عليها وسووا لها سبمت. حتى ابدي اصلح حروح على الانديفيدوال، دست الانديفيدوال او ضغطت على الانديفيدوال عفوا، حنتقل وين؟ حنتقل الاول طالب مثل ما تلاحظون هنا، اول طالب اول طالب، هذا اول طالب شنو ايميله، هذا ايميله، شنو اسمه، هاي اسمه هنا رغد، هذا الطالب. بعدين حبدي ورا ايميله ورا اسمه حبدي انتقل للاسئله اللي مجاوبها. ولو نجي ونلاحظ هنا عندنا التوتال بوينتس يعني الدرجه النهائيه لهذا الفورم هي من 100. اني اذا انتقلت للبدايه لهذا اول طالب ايش قد عنده من 100؟ هنا عنده 20 من 100. هاي ال 20 منين جايه من 100؟ هاي ال 20 جايه من الصح وغلط والمالتيبل تشويس اللي هو مجاوب عليها، لان الفورم احنا مخلي له يعني من نسيت الاسئله نسيد وياها الاجابات الصحيحه للمالتيبل تشويس وللترو والفولس وهي تصلح اوتوماتيكلي، الفورم يصلحها وينطي عليها درجه. ومثل ما تعرفون حضراتكم احنا تعليمات الوزاره عندنا 20 درجه على المالتيبل تشويس والترو والفولس، فال 20 درجه هي اوكي الفورم مصلحها ومنطينا اياها، تبقى 80 درجه احنا لازم نجي مانيولي ونصلح الاسئله الباقيه اللي مجاوبها الطالب وانطي عليها درجه. هسه حنتقل للاسئله وحنتقل بالذات السؤال الاول اللي هو اكسبلين تشوز تو اونلي اوف ذا فولوينج وعليه 50 درجه. اشرح او يعني السؤال اللي قلنا هو شرحي سؤال الاول اللي هو عباره عن 3 افرع والطالب انه لازم يجاوب على فرعين وعلى كل فرع 25 درجه. هذا السؤال الاول ايضا ضمن التعليمات انه لازم الطالب يجاوب على ورقه يعني اعتياديه اي 4 او ويكتب اسمه ويوقع حتى ويسوي له ابلود داخل الفورم. حتى اجي الاحظ جواب او اصحح جواب كل طالب وانطي درجه حجي على السؤال اللي مجاوبه، مثلا هذا هنا الطالب عندي مجاوب السؤال الفرع الاول من سؤال الاول والفرع الثاني من سؤال الثاني، شلون عرفت اني هو مجاوب هذني الفرع الاول والثاني وتارك الفرع الثالث؟ الفرع الاول والفرع الثاني مجاوبهن لان مسوي ابلود للاجابه مالته، هاي هنا رغد علي مسوي ابلود، هنا مسوي لي ابلود باسمه رغد علي الطالب ومسوي لي شنو؟ ومسوي لي ابلود الفايل من نوع اخر اللي هو وورد، طبعا هنا الفايلات اللي ممكن انه يصير لها ابلود هوايه، ممكن دوكيومنت، ممكن وورد، ممكن بي دي اف، ممكن صوره، اكثر يعني انواع هوايه من الفايلات ممكن انه الطالب يجاوب بيها ويسوي لها ابلود هنا بالسؤال نفسه. اذا اني هسه هذا السؤال الاول، وطبعا الطالب ممكن انه يجاوبه هنا يعني داخل الفورم نفسه، وممكن انه جوابه يكون بالخارج بالكلاس وورك يسوي ابلود للجواب السؤال. هذا بعدين من نخلص هنا حنتقل واوضحه بخطوه اخرى. هسه هنا المهم هذا السؤال، هذا جواب الطالب، حجي اضغط على جوابه حتنفتح لي صفحه جديده، انتقلت يعني صفحه جديده اللي بيها شنو؟ اللي بيها هذا جواب الطالب عباره عن صوره، ماخذ صوره للجواب، وممكن انه اذا يعني مو واضحه وبها كتابه هوايه بس اروح هنا اسوي لها داونلود تنفتح لي بشكل اوضح، وحتى ممكن الاستاذ اللي يحب يسحبها حتى يقراها زين هم ماكو مشكله يسوي لها داونلود بعدين يسحبها، او ممكن من انا راسا يصلحها. باوعتها باوعت جواب الطالب اوكي هذا الطالب اني جوابه حنطي عليه 15 درجه. ارجع وين اروح؟ اروح للفورم نفسه، اذا هذا الجواب كان مال السؤال الاول اول فرع. اروح هنا مثل ما تلاحظون حضراتكم اكو سهم صاعد ونازل وعلى 25، هذا السؤال الاول قلنا لان الاسئله الشرحيه يختار فرعين كل فرع عليه 25 درجه، انا هنا حنطي 15 درجه من 25. وحجي وانا ما حطيت ال 15 حلاحظ بالاسفل شنو؟ بالاسفل يقول لي تريد ديسكارد يعني ما تحفظها او تريد تسيفها هاي ال 15 درجه، فاني راح ادوس السيف او اضغط على السيف. من ضغطت على السيف حرجع، اذا انطيته هنا مثل ما تلاحظ هذا الطالب رغد بعده
طيتها 15 درجة. فتتذكرون بالبداية قلت أنا إيش قد كانت درجته من 100؟ كانت درجته 20. هسا طيتها 15 إيش قد صارت درجته؟ صارت درجته 35 من 100. زين هاي بس صلحت السؤال الأول. حجي أنتقل للسؤال الأول أيضا، لكن الفرع الثاني أو الفرع الثالث. شوف هو شنو يا فرع مجاوب أو مختار، الثاني أو الثالث. هنا الطالب مختار لي الفرع الثاني، أيضا محمل لي ملفين، ملف على شكل صورة. إذا أضغط عليه حتجيني هنا الصورة، هاي الصورة. أيضا أصلحها وأشوف إيش قد أنطي عليها. مثلا أنطي عليه هذا، أنا حنطي عليه 10 درجات. زين أرجع عندي أيضا أكو ملف ثاني هو محمله، بس هذا الملف هو عبارة عن شنو؟ عن وورد فايل، طابعة بإيده بوورد ومحمله. أيضا باوعته مشيته أوكي، هذا هم حنطي عليه 10 درجات. إذا صار التوتال مال السؤال أو مال الفرع الثاني اللي اختاره الطالب حنطي عليه 20 درجة. هنا أحط 20 درجة أو أوضع 20 درجة، 20 من 25. أوكي سيف لو ما سيف عن 20. أوكي الطالب مجاوب خد جواب، أريد أنطي 20، أقول له سيف. هسه درجته بالبداية زادت صارت 55 من 100. ليش؟ يعني انطيت 20 على الفرع الثاني مع السؤال الأول، صار التوتال 15 بـ20، 35 درجة زاد من السؤال الأول الفرع A وفرع B. نفس الفكرة بالنسبة هسه ننتقل ونتحول للسؤال الثاني اللي هو شنو هو correct answer. هاي multiple choice، أوكي مصحح multiple choice، أنا مالي علاقة به لأن هو الفورم أوتوماتيكلي صلحها لأن أنا حاطت الإجابات صحيحة. ننتقل للسؤال الأخير اللي هو السؤال الثالث، اللي هذا أما يكون فرعين، كل فرع حاوي على خمس أفرع، والطالب يختار أما A أو B، أو يكون سؤال واحد في بعض الأحيان بست أفرع والطالب يختار 5 من 6. فهذا السؤال طبعا الأخير هو عبارة عن short answer واللي عليه 30 درجة، 6 درجات لكل فرع من الفروع، فستة في 5 يصير 30 درجة. من يجي الأستاذ يريد يصلح نفس الفكرة، حي يلاحظ إجابة الطالب. مثلا هنا هذا الفرع الأول للسؤال الثالث define calorie، هنا الطالب مجاوب التعريف، فيجي هنا أيضا يخلي له من 6 درجات. إيش قد عليه من 6؟ عليه مثلا ينطي 4 درجات من 6، ينزل يسيف، زادت الدرجة صارت 59 من 100، رأسا حولني للدرجة شلون زادت. ينتقل للفرع اللي بعده، هنا صلحنا الفرع الأول للسؤال، حجي أصلح الفرع الثاني، هذا مثلا أنطي عليه 3 درجات. أقدر أصلحهن كلهن وأنطي بالنهاية السيف، هذا حنطي 3، هذا حنطي 4. اللي بعده حنطي أيضا 4. اللي بعده تارك الطالب ما بي إجابة. اللي بعده حنطي عليه 5. طبعا هنا انت تلاحظون 5 صارت من 0. حتى لو من 0 احنا الفروع الزايدة او الاسئلة اللي ممكن انه يجي بيها ترك، نخنين احنا نترك من يمنا ما نخلي درجة نهائية لهذا الفرع حتى يصير التوتال مال الفورم من 100. فبعدين من اسوي اكسبورت للجريد حتكون ايش قد يطلع لي من 100، ما بيها مشكلة. يعني ما أسوي مثلا التوتال بوينتس من 150 أو من 155 وبعدين أجي أغيرها، لا، أنا أقسم الدرجة بالداخل على أساس 100. وهنا حتى لو نخلي إحنا من يمنا ترك، وحتى لو هو تارك الطالب أقدر أحط له هنا درجة، وهاي الدرجة حتصعد وتنحسب لأن أنا أصلا أكو واحد تاركة ما انطيته عليه درجة، جيت بدل ما أخلي درجة على هذا التاركة خليت درجة على السؤال الأخير أو الفرع الأخير من السؤال الثالث 5. هسه حجي حسيف كل الشورت أنسر منطيت درجة، حجي أسيفه. من سيفته صارت التوتال بوينتس مال الطالب من 100 درجة. هسه خلصت التصليح المانيولي للفورم كله.
واللي صح والغلط هو اوريدي مصحح. التوتال إذن بوينتس لهذا الطالب الأول صارت 75 من 100، هاي الدرجة النهائية مال الطالب اللي عندي أول طالب. حجي انتقل للطالب الثاني اللي مجاوب هنا بالريسبونس. الطالب الثاني هذا إيميله هنا، وأيضا إيميله هو بالأسفل هنا، هذا إيميله مثبت لي إياه واسمه أيضا هنا اسمه كاتبه. حجي نفس الفكرة، حجي أصحح حجي أصحح الأسئلة اللي مجاوبها، السؤال الأول اللي هو explanation والسؤال الأخير اللي هو short answer. بالنسبة لل explanation هنا عندي مثل ما تلاحظ نفس الفكرة، محمل لي word file، أفتحه للword file أشوف شنو إجابته. تحمل هنا هاي الإجابة بالword file، أقراها حنطيها عليها مثلاً 20 درجة، أرجع للفورم ثبت هنا من 25، أنا على هذا السؤال أريد أنطي 20، وأرد أسيف مباشرة أو أرد أسيف بالنهاية ورا ما أخلي الأسئلة كلها. أنا طبعاً أفضل أنه أسيف مباشرة، وبعد كل من هو طريقته وشلون يريد يسيف مباشرة أو يسيف ورا ما يخلص تصليح للطالب، يعني فورم الطالب الواحد كله. زين هنا هذا السؤال تاركه، اذا ما حنطي عليه درجه لان ترك ما محمل لي بيه صوره. بالنسبه للسؤال الاخير هنا منطيني بيه صوره، حفتحها ايضا وحصلحها، حنطي مثلا عليه 15 درجه. حجي هنا وانطي 15 درجه واقول له سيف. اوكي هسه السؤال الاول اني بفرعين اعطيته على الفرعين درجه، حنتقل للسؤال الأخير نفس الفكرة، أجي أنطي عليه أصلحه وأخلي عليه درجة، شوف شنو جوابه، هذا مثلا 5، هذا 6، البعدة ما مجاوبة ترك، إذا البعدة جد، البعدة مثلا أنطي عليه 3، وهذا أخلي عليه 6 من 6. وهذا ايضا مجاوبه، احنا ما منطين عليه درجه يعني للفورم الاساسي، بس هو مجاوبه فاني حنطي من 6 درجات، اني يعني اعرف درجه كل فرع من هاي الفروع هي 6 درجات، حنطي مثلا 5 من 6. سيفت تسييف نهائي. الدرجه النهائيه للطالب الثاني هنا ايش قد صارت عندي من 100، اقدر اشوفها ايش قد صارت من 100 هنا. من 100 صارت عندي 80، 80 من 100، هاي الدرجة النهائية للطالب. بهاي الطريقة احنا خلصنا التصليح المانيولي، التصليح يعني الآلي أو اليدوي للأسئلة اللي يحتاج لها مانيول جريدنج، يعني تصليح يدوي. الباقي قلنا الترو والفوس وصح الغلط هو الفورم حيصلحها. طبعا احنا لهنا دور التدريسي ينتهي، حيجي دور اللجنة الامتحانية انه هي ورا ما يخلص التدريسي التصليح للطلاب كلهم اللي داخل كل فورم من الفورمات، يعني من فورم كل فورم للامتحان المطلوب، حيجي اللجنة الامتحانية او المركزية المسؤول عن الدرجات او رئيس القسم، هو يعني يكون مسؤول انه يطلع الدرجة النهائية ويسلمها للجنة الامتحانية. هنا هذا بالكريت سبريت شيت، من نضغط عليه حنروح هنا كرييت، حينطينا شيت كامل لكل طالب، شنو الوقت اللي سوى بيه سبمت للامتحان، شنو ايميله، ايش قد درجته النهائية صارت، مثلا الاول 75%، الطالب الثاني 80%، اسم كل طالب، وهنا ايضا ينطينا بعدين الاجابات، اجابة كل سؤال. وطبعا هنا ممكن انه يسيف من الفايل، ممكن انه هذا السبريت شيت يسيف يسيف او مو يسيف، يصير له داونلود افضل الى مايكروسوفت اكسل، حتى بعدين يعني ممكن انه التدريسي او المسؤول عن ارسال الدرجة يصفيه فقط، ممكن الاسم الطالب ودرجته النهائية بدون أن يدز التفاصيل الباقية، أو إذا اللجنة الامتحانية تريد التفاصيل الباقية ممكن أنه يدزها كلها عن طريق Excel Sheet أو PDF Document حسب هو شنو يختار. الثانية اللي حبيت أوضحها بالنسبة لتصحيح الأسئلة
اللي يكون بيها ابلود فايل اللي هو قلنا اما صورة او وورد دوكيومنت او بي دي اف، ممكن التصحيح يكون عن طريق الدرايف. شلون يكون عن طريق الدرايف؟ هسه هنا عندي هذا الفورم اعوفه، ارجع وين؟ ارجع للكلاس وورك، للكلاس نفسه. ممكن احنا ندخل للفورم عن طريق الكلاس وورك وارجع للكلاس درايف فولدر. من افتح الكلاس درايف فولدر الاحظ هنا داخل الكلاس درايف فولدر عندي فولدرين اخرى اضافيه، اللي هو اول واحد نيوتريشن اكزام والثاني نيوتريشن اكزام، اثنين مسميات بنفس الاسم مال الاسايمنت اللي هي نيوتريشن اكزام. لو افتح اول واحد هلاحظ هنا اكو الكل سؤال، كل سؤال من الاسئله الاكسبلينيشن الاسئله الشرحيه اكو فولدر. مثلا هذا الفولدر الاول هو السؤال الاول اللي هو انيوميريت فات اند ووتر. لو ارجع للفورم السؤال الاول اللي كان بالاكسبلينيشن هو نفس المنطوق او نفس نفس السؤال اللي هو مو السؤال الاول اللي هو هذا السؤال الاخير انيوميريت فات اند ووتر سوليبل فيتامينز. زين، اذا كل سؤال بس هو يعني المهم موجود بالاكسبلينيشن كويشنز. كل سؤال من هاي الاسئله الثلاثه اللي احنا قلنا ان ثلاثه ولازم يجاوب عليها، لازم الطالب يجاوب على فقط اثنين، كل سؤال الى فولدر معين. من اضغط على الفولدر العفو مال كل سؤال يطلع لي يا طالب مجاوب هذا السؤال، يعني الصوره او الفي دي اف او الوورد دوكيومنت اللي تم تحميله للطالب يطلع هنا بهذا الفولدر. فممكن من هنا مباشرة أباوع إجابة الطالب، أقدر إيش قد أريد أنطي درجة، وأرجع على الفورم أروح على يا سؤال هو هذا شنو جوابه زين، إيش قدر تنطي درجة عليه، أرجع أشوف يا فرع من هاي الأفرع هو جوابه وأنطي عليه درجة، وهكذا إذا ما أريد أسوي أكسس من الفورم يعني مباشرة. هاي نقطة. النقطة الأخرى، في بعض الأحيان عندنا الطلاب، لو ارجع هسه للكلاس وورك، هذا الكلاس وورك من افتح الاسايمنت اقول فيو اسايمنت، هنا أنا مثل ما تلاحظون من اسوي فيو اسايمنت اكو انستراكشن اللي هو الامتحان، هذا النيوتريشن اكزام على 100 درجه، شكو بعد تعليمات منطيها على الامتحان، واكو ستودنت وورك. من اروح للستودنت وورك الاحظ ان الكثير من الطلاب ما يسووا لي ابلود للجواب داخل الفورم نفسها، يفضل انه يسوي ابلود يعني ورا ما يسوي سبميت للفورم او من الخارج من انا يسوي ابلود. فشلون اعرف اني هذا الطالب مسوي ابلود يعني مو داخل الفورم للصوره او للدوكيومنت اللي هي بها اجابته؟ ارجع للستودنت وورك العفو، هنا انا دا اشوف انه تو تيرن ان وزيرو اسايند، يعني عندي اثنين سووا لي سبميت هذا الامتحان اللي هو النيوتريشن اكزام، عندي واحد من ذولا الاثنين مسوي لي مسوي ابلود للصوره من الخارج مو داخل الفورم. اوكي، شلون حصححها هذه؟ هذه اما من انا افتحها مباشره وتطلع لي واصححها وارجع لداخل الفورم انطي عليها درجه، او ممكن شنو؟ او ممكن مثل ما تكلمنا قبل شويه هنا أنا من رحت اني للكلاس وورك نيوتريشن اكزام للكلاس وورك، هذا الدرايف، لا مو بالدرايف، هنا أنا بالكلاس وورك، مو رحت للكلاس درايف فولدر، هنا أنا مو لاحظت انه اكو نيوتريشن اكزام اللي هذا كنا فتحناه بالاسئله الثلاثه الشرحيه، وكل سؤال الابلود مال الصوره او الدوكيومنت موجود به لكل طالب، اكو هنا فايل اضافي اللي هو نيوتريشن اكزام او فولدر اضافي نيوتريشن اكزام، من افتحه حلقه بي هذه الصوره نفسها اللي لاحظتها قبل شويه اللي يعني نسوي لها ابلود من برا مو من داخل الفورم. فحتى اتاكد اني مثلا اذا عندي مثلا في سبيل المثال اذا عندي طالب اكو سؤال هو السؤال الاول مثلا اللي بي ابلود دا اشوف هو ما مسوي لي ولا ابلود باي فرع من الفروع، فاني ما معقوله يعني اشك انه الطالب ما معقوله تارك 50 درجه من 100 درجه، فارجع اشيك
الكلاس وورك واشوف اذا هو محمله او مسوي ابلود الجوابه من الخارج حتى الاحظه وانطي درجه عليه اخليها داخل الفورم. بالنهايه اتمنى ان تكونون استفاديتوا من هذا الفيديو القصير اللي يوضح اليه تصليح الاسئله المقاليه والاسئله ذات الاجابات القصيره داخل الجوجل فورم اللي يتم انشاءه عن طريق الجوجل كلاس روم، وشلون نصلح كل سؤال مقالي وكل شورت انسر ننطي درجه حتى نستحصل على الدرجه النهائيه. شكرا جزيلا للجميع.